نحب حضرتك تعرف الأول، نتعرف بحضرتك. الدكتور حمود القصير، نائب رئيس شركة صلاة السعودية للشؤون التنظيمية. أهلا وسهلا بحضرتك في القناة. أهلا وسهلا. مجموعة بس أسئلة بمناسبة موضوع نطاق العريض اللي تم مناقشته اليوم. السؤال الأول، كيف تبدو أسواق تقنية النطاق العريض في المنطقة وكيف تتطور؟ طبعا تعرف أنت الآن أسواق في منطقة الخليج عموما، ويمكن على بشكل أكبر منطقة الشرق الأوسط، تعتبر يعني أسواق بالنسبة لقطاع الاتصالات متطورة بشكل كبير. يعني في قفزة في مجال الاتصالات خصوصا في منطقة الخليج في الفترة السنوات يمكن الأربعة اللي فاتت، يعني أدت إلى طبعا أدت وساعدت وأيضا تأثرت بالتغير الاقتصادي الكبير في هذه المنطقة. فلذلك أسواق الاتصالات كان فيها نمو كبير في مجال الهاتف الثابت ومجال طبعا الجوال كان بشكل أكبر، وأيضا الآن الاتجاه أو الويف الجديدة، المرحلة الجديدة، هي التطور في مجال النطاق العريض. وطبعا النطاق العريض زي ما قلت هو ويف جديدة، وحتكون يعتقد يعني شكلها إلى الآن الناس ما يمكن حست بمعالمها كاملة، لكن حتكون مستقبل واعد ل يعني بيئة الاتصالات في هذه المنطقة. حضرتك، إيه هي المحفزات الرئيسية لطلب المستهلكين لهذه التقنية في منطقة الشرق الأوسط؟ المحفزات طبعا تعرف الاتصالات الآن صارت عصب الحياة، يعني كل قطاعات الأعمال والحياة أصبحت جزء منها مرتبطة بالاتصالات. يعني يمكن قبل 10 سنوات الناس كانت الاتصالات محصورة في هاتف في المنزل للعائلة كلها، الآن الاتصالات فيها خصوصية، كل من الطفل إلى أكبر شخص في البيت لازم عنده اتصالاته الشخصية الخاصة فيه، عنده الجوال حقه وعنده أيضا اللابتوب اللي يدخل فيه على النطاق العريض والشبكات الشبكات اللي موجودة في العالم. وأيضا الخدمات هذه الآن صار فيها خدمات كثيرة، اجتماعية، اقتصادية، حياتية، تعليمية. يعني الأطر والمجالات اللي متاحة في خدمات الاتصالات أصبحت واسعة جدا، فهذا اللي يؤدي إلى أنها الجميع يستخدمها والجميع في حاجة لها. كنت قرأت تقرير نشر قريبا عن شركة بوزند كامباني، حدد 3 محاور لبناء شبكات النطاق العريض في منطقة الشرق الأوسط، وصنفهم على أنهم الحاجة إلى تشريعات جديدة لتواكب التقدم الرقمي، دخول الاستثمارات الحكومية لحاجة هذه الشبكات إلى استثمارات ضخمة، وثالث حاجة كان قال دعم القطاع الخاص. من وجهة نظركم، هل يلزم التدخل الحكومي لبناء شبكات الجيل التالي من شبكات النطاق العريض، أم هل يمكن فتحها للسوق؟ طبعا الموضوع هذا فيه الكثير من التفاصيل، في تجارب الآن في دول العالم مختلفة بأساليب مختلفة بالنسبة لمشاركة الدولة أو مساعدتها أو أنها تركها للقطاع الخاص للعمل فيها. المشكلة الآنية الآن اللي موجودة أنه فيه قناعة تامة عند أصحاب القرار في كثير من الدول أن شبكات الجيل القادم هذه أو شبكات الجديدة أساسية لنمو الدولة، يعني أساسية للاقتصاد، أساسية للنمو. فالسؤال كم سرعة الوصول إلى هذه الشبكات وتواجدها وتوافرها؟ هل نسرع في هذا المجال أو نبطئ؟ هل تدخل الدولة كعامل مساعد مثلا في إنشاء هذه الشبكات بحيث تسرع عملية توفرها بحيث الاقتصاد يتأثر إيجابيا والبلد كلها تتطور؟ هذا يعني مثل ما تقول التوازن بينها. وفي حالات مختلفة في العالم، كل حالة حسب ظروفها، حسب البيئة اللي موجودة فيها، يعني حسب مدى مساحة الدولة، حسب الاستثمارات اللي في الدولة، حسب يعني تبقى أساسا هي كلها هل فيه جدوى اقتصادية ولا ما في جدوى اقتصادية، يعني حساب الجدوى الاقتصادية، وكيف أن الدولة ممكن تكون كعامل مساعد
لتحقيق هذا، يعني في الدول اللي تصبح الحاجة كبيرة وماسة لكن الاستثمار كبير ولا يستطيع أحد يتحمله، تدخل كمساعد الدولة، وهذا شفنا التجارب اللي موجودة في عدد من الدول لمساعدة بحيث أنها تحقق هذا الغرض. لكن لا يعني هذا أن الدولة رجعت إلى يعني عملية التشغيل أو عملية الكنترول، ما يوجد أي دولة رجعت فيها الدولة. يعني الدولة طبعا في جميع دول العالم أو معظم دول العالم خصصت القطاع الاتصالات وتركته للشبكات العاملة، وهو هذا سوى أوبتيموم يعني أوبريشن لهم، يعني خلى الكفاءة التشغيلية والكفاءة الإنتاجية يعني تتحسن بشكل كبير. كل ما هنالك أن بعض الدول رأت أنه على أساس تسرع عملية الوصول إلى شبكات وطاقات بشكل معين تحتاج أنها تكون تتدخل وتساعد في تحقيق هذا الغرض. في دول مثل دول منطقة الشرق الأوسط وهي دول ذات اقتصاديات ناشئة، حضرتك ترى إيه أهمية شبكات النطاق العريض لدعم الاقتصاد؟ والله أهميتها أهمية كبيرة جدا، يعني طبعا يعني الحمد لله أولا يعني منطقتنا تعتبر شبكاتها شبكات حديثة ومتطورة، السوق تجاوب بشكل كبير لخدمات الاتصالات، يعني في كل دول المنطقة اللي نشوف فيه نمو كبير بالنسبة لخدمات الاتصالات وفيه انتشار لخدمات الاتصالات. البرودباند هو الآن المرحلة القادمة اللي يحتاج الانتشار أكثر، يعني دول المنطقة تحتاج الانتشار في هذه الخدمة الناشئة الآن بشكل كبير، واعتماد عليها طبعا كبير، يعني لذلك هي مهمة، لأن جميع القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية تعتمد على يعني هذه الشبكة. حتى شايف زيادة شبكات النطاق العريض أو نسبة زيادتها في المنطقة بيتوقف على أعداد السكان أم بيتوقف على الخدمات اللي الدولة نفسها بتحتاجها في المجال، ولا إيه بالضبط العوامل اللي بتقوم عليها أو بتدعم؟ هو في البداية طبعا يعني كل العوامل تكون عناصر، يعني كلها جزء من عناصر، لكن الأساس اللي هو التطبيقات، كل ما كان هنالك تطبيقات تستخدم في البلد كل ما كانت الحاجة لل يعني للبرودباند أكبر بشكل كبير. يعني مثلا لو كان في هناك الحكومة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني، يعني كل شيء، كل تطبيقات المجتمع، يعني كل ما كانت هذه في تطبيقات أكثر كل ما صار لها الحاجة أكثر. واليوم تشوفها طبعا أصبحت من ذات الجيل الجديد، يعني الشباب، يعني والحمد لله المنطقة هذه يعني كلها منطقة مليئة بالشباب، يعني منطقة الخليج كلها منطقة شابة، يعني أعداد الشباب أكثر من 50% من عدد السكان. ف طبعا أصبحت جزء من حياة الناس، يعني الاستخدام البرودباند، لكن كل كيف يعني تؤدي إلى خدمات حياتية وخدمات اجتماعية وخدمات تسهيل. اليوم مثلا الناس يتكلمون عن التعليم، البرودباند سيصبح جزء أساسي في التعليم، يعني اعتماد المدارس على خدمات البرودباند وكوسائل تعليمية وكتعليم عن بعد وأشياء، يعني في خيالات كثيرة عن هذا الموضوع وتطبيقات كثيرة. فالجانب الثاني اللي هو مهم وكبير أنه كان الاعتماد حتى تاريخه على يسمونها الداونلود، يعني أنت تأخذ من الانترنت، يعني مواقع الانترنت تحميل. اليوم أصبحت داونلود وأبلود، لأن الناس صاروا يتكلمون أشياء، هو صار يشارك في الإنترنت، هو يعني عنده معلومات وعنده كونتنت ومحتوى يشارك فيه، فأصبحت أبلود وداونلود، يعني صارت هي وسيلة مثل ما تقول اجتماعية حياتية في أشياء كثيرة، فلذلك أثرها في المنطقة، لأن المنطقة منطقة يعني متطورة ومنطقة يعني فيها الكثير من عوامل ان يعني الفرص، يعني مقبله على فرص كبيره واقتصاد يعني ينمو الحمد لله بشكل كبير. اتوقع انها تصير الزياده والتطور في البرودباند بشكل اكبر. تصديقا لكلام حضرتك، كان احد الحاضرين امبارح
واتكلم في الموضوع ده، كان بيقول ان وجد نتيجة الدراسة هو عملها ان بتزيد نسبة خدمات النطاق العريض او بتزيد الحاجة ليها مع زيادة التعليم في البلد او البلد اللي فيها زيادة التعليم اكتر، نتيجة ان الطلبة بتستخدمه اكتر او في وعي اكتر بالخدمات. فده تصديقا على الكلام ان هو في قطر الشباب في المنطقة بيزيد الحاجة لي. وهي هذا سبب، وايضا اعتماد يعني وجود البرود باند ايضا يزيد التعليم ويحسن كذا، فهي سبب النتيجة. تمام. مع تزايد عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض، هل تتوقع أن تتزايد التحديات التي يواجهها المشغلون؟ والله يعني أنت الإجابة على هذا طبعا هيكون في تحديات، لأن القطاع هذا يعني يعتمد على التطويرات وعلى الخدمات الجديدة وعلى الابليكيشن والمحتوى، وهي مجالات جديدة بالنسبة للمشغلين. لكن من باب ثاني هي فرص للمشغلين، يعني هذه فرصة قادمة كبيرة للمشغلين، فأعتقد أنها يعني إيجابية بشكل كبير للمشغلين. طبعا المشغلين اعتادوا أنهم يطورون خدماتهم واعتادوا على كذا، وكسبوا ثقة عملائهم بشكل كبير في خدمات كثيرة. هذا جزء من الإيفوليوشن أو جزء من التطوير للمشغلين، أنهم يدخلون في مجالات الكونتنت ومجالات الأبليكيشن ومجالات يعني الجديدة. يعني أنا أقصد أن هيبقى التركيز ليس فقط على المنافسة في الأسعار، ولكن على اختلاف الخدمات وكفائتها. صحيح. أصلا ما أعتقد أن الأسعار هي الأساس في هذا الموضوع. الموضوع هذا ما هي قضية أسعار، قضية differentiation، قضية creativity، يعني قضية الإبداع والابتكار وتحقيق خدمات العملاء. يعني المشترك لما تعطيه خدمات أساسية ما فيها فروقات، فهو يشوف الأسعار وأرخص وما أرخص. وهذه كانت بالنسبة للخدمات الصوتية. أما لما تتكلم أنت عن تطبيقات وعلاج يعني احتياجات هو يحتاج لها، السعر ما هو ليس ذو أثر، لأنه فائدة عليه، العائد عليه أكبر. يعني التطبيقات هذه حتساعد الناس حياتهم، يعني حتساعد الناس في إجراءات معاملات الحكومية، معاملات البنكية، معاملات التجارية، في دراسته، في كل شيء. فهي يعني ليست، ما أعتقد أن هو السعر المحدد، لأنه السعر حيكون صغير ريليتيف للفائدة، يعني الفائدة المرجوة من هذه الخدمات حتكون شكل كبير. بالنظر للتقنيات الحالية والجيل التالي المتوقع، هل يكمن مستقبل استخدام تقنيات النطاق العريض بشكل واسع في النوع اللاسلكي منها، أم أن الثابت سيقدم أفضل الإمكانيات لتجربة المستخدم وتوقعاته؟ سؤال جميل يعني، بس الجواب أنه لا، حتكون الاثنين يعني هما يعني يساعدون بعض. يعني كما يقال أنت تحتاج طبعا للخدمات الثابتة لأن هي الأساس. في المستقبل حيكون البرودباند والفايبر أساسا الخدمات الثابتة، وحتحتاج توصل المنازل الفايبر هذا. لكن أيضا خدمات الجوال أو خدمات اللاسلكي المتنقل تحتاج إلى سرعات عالية، فهو لازم يستخدم الفايبر اللي أيضا وضع بالنسبة للثابت. إلى أي مدى تعد الخيارات المستقبلية محدودة بسبب قيود الطيف أو القصور في هيكلية التقنية؟ ما أعتقد أن الطيف طبعا دائما له limitation، بس مع تطور التقنية ما أعتقد أن فيه limitation. يعني لازم نفرق إحنا بين خدمتي، يعني طبعا أنت الآن في أبليكيشن لما تكون في المنزل تستخدم الثابت، وعندك فايبر، والفايبر غير محدود شو اسمه السعة، السعة مفتوحة كبيرة جدا. بالنسبة للجوال أو المتنقل أنت تستخدمه في التنقلات، وعادة في التنقلات ما تحتاج السعة اللي تحتاجها وأنت في المكان. يعني أصلا يعني كل ما كنت ثابت خلاص انحلت الموضوع، لكن مع التنقل يعني أصلا لا تستطيع تشيل شاشة معاك، وأنت يعني يبقى الخدمات هي تكميلية. يعني أثناء التنقل تحتاج سرعات معينة يتيحها اليوم التكنولوجيا الموجودة، وحتى التكنولوجيا أصلا تتغير وتتطور، لكن التكنولوجيا القائمة الآن تتيح السرعات معقولة لأنك تكمل على البرودباند من الخدمات المتنقلة. أعتقد أن الخطوة الجاية تبقى التحدي في عملية محتوى الموبايل. يعني إحنا لو قلنا توفرت الشبكات يصبح تحدي شغل
مقدمين الخدمات يصبحوا التحدي الأكبر لتوفير المحتوى؟ المحتوى طبعا تحدي يعني للجميع، هو التحدي القادم والمحتوى يعني سواء للثابت أو للجوال كله زي بعض، لكن هو المحتوى تحدي كبير. ولذلك مثلا حنا في شركة صلاة السعودية أنشأنا شركة مستقلة للمحتوى، أنشأنا شركة بشراكة مع شركات يعني متخصصة بحيث أنها تطور المحتوى، لأننا نعتقد أن هذا استثمار. إيه تكلمنا أكثر عن الموضوع يعني أو الخطوات اللي خدتوها في والله في أنشأنا شركة فيها ثلاثة مشاركين، مجموعة الشرق الأوسط واحدة منها، شركة صلاة، وأيضا فيه شركة متخصصة من ماليزيا متخصصة في وضع المحتوى. فالشركة هذه الآن بدأت بالعمل، الهدف هدفها أنها توفير المحتوى المناسب للمنطقة، يعني الاستثمار في سواء المحتويات اللي عند شركة صلاة السعودية أو عند الشرق الأوسط، وتطوير المحتوى ووضعه في الصياغة المناسبة لخدمات الشركة، لأن الموضوع هذا طبعا زي ما أنت قلت موضوع يبغى له تخصصية ويبغى له تطوير ويبغى له استثمار على المدى البعيد. قضية مصارعة بيختلف فيها الآراء، يمكن خاصة بحتة الموبايل بعد ما أصبح متاح للجميع وإمكانية الجميع من الحصول عليه، البعض يتفق أو البعض بيطالب بوضع قيود على استخدام الموبايل، لأنه بيرى أن البعض أن بسهولة جدا مثل استخدام جهاز بلاك بيري أنه بيصل منه بسهولة لمحتويات تكاد تكون يعني نقول أنها تخالف عاداتنا وتقاليدنا، والبعض الآخر بيقول أن ده حرية شخصية ولابد أن احنا مش عاوزين نضع حدود على كل حاجة، هي ترجع لتربية أخلاقية أكتر منها أنه طالب الحكومة بفرض قيود. مع أي الاتجاه الحضرتك؟ والله أنا أعتقد وإحنا جربنا الآن مثلا في السعودية، أعتقد أنت تحتاج تستثمر في الاثنين، تحتاج تستثمر في التربية والتعليم وهذا، وما في كلام هذا طبعا شيء أساسي ومهم ولو نتائج إيجابية، يعني إذا ربيت إذا في التعليم والتربية لازم أيضا تربي الجيل الجديد على كيف استخدام التقنية استخدام جيد، وفي نفس الوقت فيه درجات من فيه درجات معينة لا يصير أنت تمنع الاستفادة، لكن أيضا في درجات معينة من الكنترول كل دول العالم تسويها مو بس حنا عندنا، يعني في أمريكا يسوونها، في بريطانيا، في أوروبا، في كنترول معين على درجات معينة بأساليب معينة بس تعطي إتاحة الحرية. يعني فالقضية ليست أنا أقول متضاربة، يعني القضية أساسا أنت لازم تربي الناس على استخدام التقنية الاستخدام الإيجابي، لكن في نفس الوقت أكيد فيه عناصر معينة يجب أنك تكون أساسية تحافظ عليها. يعني هل ده دور بتخش هنا دور المشغل ولا المنظم؟ والله هي مشترك، هو مشترك يمكن يعني في الكمبيوتر يمكن هناك يعني بعض البرامج الأبوية، لكن إزاي هنتعامل معها؟ هي مشترك، هي تبدأ من المنزل من رب الأسرة، كيف يعني ينتبه يتابع أولاده ويعرف استخداماتهم وكيف ينظم هذا، يعني أنت برضو أولادك ما تقدر تخليهم 24 ساعة على يعني الكمبيوتر مهما كان إيجابي، يعني لازم حياتهم أيضا يكون فيها منظمة مجزأة. لأن أقصد أنه نحن ممكن نقدر نتحكم في الكمبيوتر، لكن مع الموبايل يعني ما حتى الموبايل لا، في يعني في تطبيقات معينة وفي حدود معينة من الـ يعني من التنظيم، يعني هي عملية تنظيمية، والريجليتر أيضا جزء منها، المشغلين جزء منها، كلهم عليهم، يعني هي العملية ما تتم من جهة واحدة، يعني يبالها تعاون من الجميع بحيث أنك تحصل شيء يحقق أغراضك يعطي الحرية الكاملة يعني الكاملة اللي تخليك تستمتع بالخدمات وتستفيد منها، في نفس الوقت تمنع الضرر من الأشياء اللي ممكن تكون لها آثار سلبية. متشكرين جدا، الله يخليك، الله يخليك، نتمنى نكون ضيوف خفاف عليك، الله يخليك، ما قصرت، متشكرين لحضرتك.